الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. انتشرت في مجتمعاتنا الإسلامية بدع قولية وبدع فعلية كثيرة، يقع فيها كثير من الناس أو أكثر الناس، وتحتاج إلى تبيان، ويظنون ويظن ويظن الناس أو يظنون الناس أنها هينة، وهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. فأول بدعة يقع فيها أو بدعة قولية يقع فيها كثير من الناس تحريف كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، حرفها كثير من الناس خاصة في مصر بكلمة لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول من حال إلى حال، ولا صبر على طاعة، ولا صبر على عن معصية إلا بمدد وقوة من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حول قوة الله. كثير من الناس يقول لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، أي لا تحول من حال إلى حال يا رب، أو ليس هناك بيدك يا رب تحول من حال إلى حال، تغيير فاحش للمعنى، كلمة بدعية ليس لها أصل في السنة، يقولها كثير من الناس يأثمون بها إثما كبيرا، لأنهم يكذبون السنة. لا حول الله يا رب، مفيش حد يقول مسألة نية وأن نيتي سليمة، هذا ليس هذا لا. الجاهل لا يعذر بجهله، عليك أن تتعلم أمور دينك، عليك أن تتعلم أمور دينك، فعرفت فلزم. فلا حول الله يا رب كلمة فاحشة ليس لها معنى، هي تغيير لمعنى الحول اللي هي لا حول الله يا رب، أي لا تحول يا رب من حال إلى حال. والحول لو يقول لا حول الله يا رب، يعني ما فيش تحول بيد الله، يعني تكاد تكفر، أنت تكاد تكفر بالله سبحانه وتعالى تقول هذه الكلمة التي تقال يوميا من أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعرفت فلزم، اللي بيقول لا حول الله يا رب يتوب إلى رب العالمين، يتوب، أنت تفعل كبيرة، خاصة بعد أن علمت، عرفت فلزم، من عرف ومن سمع إنسانا يقول لا حول الله يا رب يجب عليه أن يخبره أنك تبتدع بدعة قولية وتعصي الله سبحانه وتعالى وتغير في معنى في الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجب على الإنسان أن يتوب. والذي يسمع ويسكت يشترك في الإثم. وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فلا يجوز لك أبدا أن تسكت، ودائما أقول الحديث العظيم عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق كانوا في صفر في غزوة، فبعثوا غلاما لهم ليقضي لهم حاجة، فتأخر الغلام فقال أحدهما ربما يكون سيدنا عمر هكذا فلان ما نرسله للقضاء حاجة إلا ويتأخر، إنه رجل نؤم أي شديد النوم أو كسول، وكان رجل مظلوما فعاد، وكان جائعين، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله نحن جائعون، فقال لقد أدمتما، والله إني لا أرى لحم أخيكم بين ثناياكم، أنا شايف لحمه بين سنانكم. قال رسول الله استغفر لنا، قال لا لا، اذهبوا إليه فليستغفر لكم هو. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي بكر وعمر، هم أفضل خلق الله إلى يوم القيامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أحدهما قال والآخر استمع ورضي بالقول ولم يعلق على القول، كان ممكن يقول لا راجل اتقي الله، ربما يكون كان ربما يكون مظلوما، ربما يكون، لكنه كأنه راضي بهذا القول. فإذا ما تسمعش، إياك تسمع معصية وتسكت. سمعت إنسان يقول لا حول الله يا رب، قل له اديله النصيحة، قل له اتق الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنوز الجنة، كنز واحد في الجنة أعظم مما طلعت عليه الشمس، لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله مرة واحدة دخل الله لك كنزا عظيما في الجنة أعظم أفضل مما طلعت عليه الشمس، لو قلت لا حول ولا يا رب تأسمه وربما تأسمه اسما كبيرا ولا تأخذ أي ثواب. لا يجوز أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتبوا هذه الكلمة المقيتة ورأي الشرع فيها، اكتبوا تحت الفيديو سخون شو نشر هذا العلم في ثواب عظيم لا علم علما في الاجر وعمل به يوم القيامه لا ينقض ذلك مجرم شيء شو تفعيل الجرس في الشق خلاص لكم كل جديد ساعدوني على نشر السنه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.